إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق الذي لا يموت لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر منها وما بطن اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا عظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى kita sebutkan namanya fulan atau fulanah
اللهم أنزل في قبره الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور اللهم اكفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل الكبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف ويسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ربنا يا الله استجب دعاءنا من كل حاجاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين